اليوم يا اخوان راح يكون اصعب يوم عنا. رايحين نطلع قطة واقعة في جورة. هاي بتمول بس. طب هذا شو هذا اللي هيك؟ هذه كانت محل شجرة. اسمع صوت البس. تشرب؟ والله الله العليم اللي سويتهن فوق ولا واحد فلحت. طبش في شيء طبش في شيء طبش ايوه خليه يصور خليه يصور غنيت الحيطان كلها مجير هيك تخبط فيها طلق مرينه هاي هي هي كبيره ولا صغيره هي بوسط منيحه هي هي ليه هي 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 ايه شايفها طب بس اسمع تعال صور بتدور على لحمه هات لك شكل لحمه شو بدك؟ خيارها خطأها هلبا ايه؟ اخطاها صبت عليه؟ صح هل ايه واقف؟ اذا ما تحتيه الفخ واقف على اي صادة؟ صادة 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 صاد وانزل انزل بسرعة هسه يلا انزل 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 بقي ايوه ايوه لا هي بسرعة بسرعة استنى زبطات حياك اخ منصور طبعا مسيحي وانا مسلم يا جماعه عندنا بفلسطين بعيشوا جنب بعض حياكم الله